وشنو واحد من الدرجة المدينة والله واحد من الدرجة المقدم تاع الشوادة اللي يشوفوه في السيدي المرشيد تاع الدكتور يسدو لي في المسألة حتى واحد من الدرجة حتى واحد من الشوادة الشوادة كانوا يحملوا غادي إن شاء الله يلحقنا تبغى الدكتور يجي على الفنتانا ما توقع نداو بدوة تقليدية نبطلو نروحو نخليو كتاب تعطاو عمي الخضر كتيبة تاع الزبيرية كتيبة تاع الزبيرية عمي الخضر عطينا كلمة للشعب الناس اللي فرحانين أم قرنة الشعب الجزائري كله نسمع ميديا نحينا الميكروفون استكبار خير الشعب الجزائري كل الشعب خاصة الشباب أول خرجة منا إن شاء الله ندير عمرة مصغرة في البريد المركزي إن شاء الله جدوى دير شاك جنيراسيون على الدروا دو شوازير سافر برميسيون سوا لو تراي سوا دو لا كونفير وعندنا امل كبير الشباب الجزائري طور الشباب اللي ابهرت العالم سيدي نيك اكزامبلير دينا روفيليسيون كونتمبوراير C'est la révolution de la jeunesse. Aïdan, Jazair Mahdouba. Jazair Mahchoucha. Erdogan est en Libye. لماذا ألمانيا الجيش الألماني في بوركينا فاسو؟ الأمن القومي الفرنساوي يبدأ من مالي وحنا نسألو الأمن القومي الجزائري من يبدأ؟ الأمن القومي الجزائري الأمن القومي الأمريكي يبدأ من لاكوري دي سود وش وقتها؟ ونحط سؤال الأمن القومي الجزائري من يبدأ؟ هاي ليبيا سوريا اليمن أردوغان الآن على أبواب الجزائر أردوغان وحليف إسرائيل إلى أخيرا الشعب الجزائري يرحم والديك يرحم والديك نبدا
2020 كنا مع قلب وقالب الشعب الجزائري واحد المحبه كسبتها يا الحاج غير ربي اللي على باله الله يخليك يطول عمرك ان شاء الله لك محبه قلوبنا حسينا بالاستقلال لا جينيراسيون هذه ما نعرفوش ثوره واش معناتها الاستقلال ربي يطول في عمرك سي غراسا ولا سي غراسا ويا سي غراسا بيبر كانوا يعيطوا في الحراك يا اخواني لا تنساو الشهداء ليبيري ليبيري بورقع هكذا نعيطوا في الحراك كل جمعه والحمد لله يا رب الحمد لله قول لي برك كيفاش تحس روحك دوكا اللي راك مع العائله تاعك العائله الاولى والعائله الثانيه اللي هي كل جزائري العائله نتاعي نقول لك صح كنت هاملها خلاص العائله نتاعي من مغنيه لتبسه هذه العائله الكبيره ومن تم الرصد للبحر هذه هي العائله اللي تلبنا كل فهمتني اللي يلتغر بالعائله نتاعو العائله هي العائله الكبيره الشعب الجزائري وحنا مكروهين على بالك يكرهونا في الجزائر يكرهونا ويسالوها هنا على الخريطه هذيك اللي تشوفها في النشره الجويه هذيك من صنع الشهداء هذيك الخريطه هذيك مازالوا يتبعوا فينا فيها وفضل الشباب وشعب الجزائر ان شاء الله خير نتمنوا الخير للجزائر هذو وين تكون في الغضب؟ أكيد الجزائر تكون بخير إن شاء الله. أكيد. شعب كبير، شعب عظيم. كان عندنا شعب عظيم. والقيادة كانت صغيرة برك. شعب كبير. سي لينيك إكزامبل دين ريفوليسيون. كونتمبوران هي ثورة الشباب هذه هي الصورة اللي لازم تشوفوا عليها مليح هذه الصورة تاع الثورة الشعبية هذه تاع الشباب شوفوا عليها مليح ما وقعتش في العالم راك تكلم تاع الشباب سؤال اخير برك كنت على بالنا بلي راك عيان كاع الشباب اللي كانوا سجناء الرأي وسجناء الراية تكلموا على القدوة وتكلموا
نتكلموا على التشجيعات اللي كنت مدهم لهم. كانوا يقولوا لنا اللي خرجوا دوكا كانوا يقولوا لنا بلي كي كنا نتلاقاو سي الخضر بورقع كي نروحوا نشوفوا لي زابوكا تاعنا كان يعطينا كان يطلع لنا المورال وكان يساعدنا وكان يقول لنا بلي ما تخافوش بلي هذا كاع ماشي راهي خساره. لا غير هما زادوا طلعونا المورال عطاونا دفع جديد. هذاك الشباب اللي راك تحكي مش حنا شعب واعي شباب واعي خلاص. الشيء اللي نتأسفوا عليه في الجيل الحالي هذا اللي شفنا ناس قراوا في المدرسة العليا وكان الأمل نتاعنا هما اللي يبنوا الجزائر. راك شفت اللي خرجوا من المدرسة ما نذكرش الاسم وهذاك هو اللي أعطى للشباب الدفع وأعطى لهم الروح المعنوية هذيك والوطنية. ولهذا الشباب هذا وعى وتثقف وإن شاء الله هما اللي يبنوا الجزائر تاع غدوة إن شاء الله. غدوة وين تكون سي الخضر بورقان؟ غدوة والله غدوة الجمعة. غدوة الجمعة. حراك ولا بلا حراك؟ الحراك أنا كنت ندير الحراك وحدي في الحبس. نتفكر كي نسمع الشباب الليلة قبل ما نرقدش نستنى يعني الشعار الجديد اللي راح يخرجوا به. والحمد لله قاعدوا ثابتين في الشعار تاعهم خاطر احنا نعرف باللي في الحراك كاين حراك وكاين حراك داخل الحراك ولكن صمدوا وثبتوا عن الشعار تاعهم وهذا الشعار مازال مرفوع ان شاء الله. نتمنى يكمل ويكمل بالسلمية وبالهدوء وبالتضامن. ونزيد نذكر نقولها دائما الجزائر راهي مهدوفة. قلتها نزيد نعودها. وأنا تأسفت كثير نتأسف كثير لما نشوف أردوغان حالي في إسرائيل في الحدود تاع ليبيا راهو في قدام اسمي جبل ليبيا جنوب الجزائر جاي لنا حالي في الحلف الأطلسي هذا الشيء معروف وعضو ناشط في الحلف الأطلسي هذا معروف وحالي في إسرائيل في الصناعات العسكرية هما سبحوا يبيعوا السلاح للدول الأوروبية.